قتل شاب فلسطيني في مواجهات مع الجيش في طول كرم شمال غرب الضفة الغربية، وأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة والقدس تحسبا لتفاقم المواجهات. ونشرت إسرائيل قوات مضاعفة في محيط المسجد الأقصى والبلدات القديمة بالقدس، وأسفرت عمليات مواجهات بالأمس واليوم عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 14 إسرائيليا غالبيتهم من الجنود.